خلفت حرائق الغابات خسائر جسيمة في الغطاء النباتي، ما دفع برواد مواقع التواصل إلى إطلاق حملات مكثفة تدعو لإعادة التشجير تحت شعار اغري الشجرة أمام بيتك، يعود الاخترار للغابة. عندنا تجدد الغابات، عندنا إما التجدد الطبيعي ولا الاصطناعي. دونك التجدد الطبيعي عندنا مثلا انواع من الاشجار مثل الصنوبر والصرو تكون بذورها محميه، يعني هذا التشجير مش حاجه عشوائيه، لانه اذا كانت اعاده التشجير حتكون عشوائيه نتيجه صفر، وايضا الاستدامه في المشروع ما تكونش كاين استدامه. مبادراته لاقت تفاعلا كبيرا، إلا أن أهل الاختصاص يؤكدون وجود نوع من الأشجار يمكنها التجدد طبيعيا كالصنوبر، في حين استبعدوا إمكانية بداية حملات التشجير في الغابات التي تضررت من الحرائق في هذه الفترة كون العملية لها شروطها الخاصة. لا، أولا لازم نراعي بعض الأمور في إعادة غرس الأشجار. أولا التحضير، تحضير موقع للزراعة والتخلص من البقايا النباتية المحروقة والأعشاب هذيك اللي تحرقت. دونك لازمنا نحضر شوية التربة هذه. أولا لازمنا نخليه التراب يريح بعد هاد الحرائق، تسقط الأمطار الأولى هذيك تاع الخريف. هذيك الأمطار الأولى تاع الخريف حتعاود تساهم في تحضير التربة. ثانيا الموعد، ما نقدروش نغرسوا الأشجار في شهر أوت أو في شهر سبتمبر وين تكون مازال سخانة. دونك الفترة المليحة لإعادة غرس الأشجار هي بين نوفمبر ديسمبر حتى أفريل. الجزائر خسرت ثروة غابية كبيرة في هذه الحرائق، والتعويض يكون بحملات تشجير مدروسة حتى يتجدد الغطاء النباتي بشكل متوازن وسريع.